ليش لحد الآن أنا ما رحت على كأس العالم؟ بدي أفهمكم وأفهم الشباب هون. أغنية كأس العالم ليش عملتها؟ عشان تروح كأس العالم. عشان قطر تدعيني لكأس العالم. قطر دعتني شيء؟ لا. يعني هاي الخطة فشلت. رقم اثنين سبونسر. هاي المدير هون جبت لنا سبونسر؟ لا. معناته الخطة فشلت. ليه ما جبت لي سبونسر صحيح؟ يا أخوي أنت شايف فيديوهاتك إيش هي؟ اشتب شاحنة اليوم كامل. تحدي اكتشف اللاعب مع عمار رجع. أنت مش وين فيديوهات هاي؟ خلاص فهمت فهمت. أنا كل الهي بدي أروح كأس العالم. ليش مسخرة محتواي أصلا؟ رقم ثلاثة. ما في الصراحة رقم ثلاثة. أنا بدي أعرف اقتراحات منكم. والله ليش على كأس العالم؟ كيف ما عندك؟ أنا بعرف إنه ضايل ست أيام. بدي اقتراحات. يا حب بس في غيرك كسرنا عينه. شباب اعطوني حل بكفي غباء. ابو فله برن عليك. مشغول عم بصور فيديو اطلع برا. حبيبي بس قرقتني يا زلمه تليفونك عندي صار له ساعه برن. اطلع برا عم بلاقي حل. ايش اعمل؟ ايش اعمل؟ حبيبي لساته برن. ايه علينا. شو بده؟ هات شوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. هلا كزنتي. هلا والله. كيف حالك طيب؟ الشغل الحمد لله. ليش وجهك مبكسل؟ اه انت كمان يا ابو فله بدك تذكرني. مو رايح كاس العالم. ايش اعمل؟ لا 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 مثل غيرك مثل غيرك مثل غيرك يا كزبتي. اسمع كاس العالم ما يكتمل بدون كاس العالم. انا طعنا بدون ما يقول لك كاس العالم ولك تجي معقول مقبول وغصب عندك يا زلمه. تجي لكاس العالم وطلعت المغرب. المغرب تحتاجك تحتاجك يا زلمه. انا هروح كاس العالم يا زلمتي. هروح كاس العالم. ابو فلح يوديني كاس العالم. احس مش من مصلحته. اوكي يا جماعه حاليا انا هي متجه على المطار وما في غير ابو فلح بيعرف ان انا بس جاي على خطر. اوكي وعمر وحمد ومين كمان؟ كزت استعجل. طيب بدي اوصل كاس العالم. بدي افزع للمغرب. واو ايوه عمر ايش حاجز لي اكونومي. ماشي ابو فله ماشي. يلا المهم انه احنا رايحين كاس العالم. اكونومي اكونومي مشكله. مش قادر اصيح. لو حجز لي بزنس كان هلا عملت عرس. اوكي يا جماعه حاليا انا في الاوتيل. طلعوا المنظر قديش خرافي من هون. الله شيء اسطوري. بس انا هاي شوف هذا الباب بصل بيني انا وابو فله. اوكي ابو فله شكله نايم. يا هلا يلا حيهم. هلا بالكازن. شو الاخبار اخوي؟ الحمد لله طيب الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كازنتي. اخوي انا جايب لك هديه بسيطه. انا؟ والله هديه بسيطه. انا عاملها بيدي. والله انك كفو. تعال اورجيك اياها. في شغله ما حدا بيعرفها بس انا كان عندي محل عطور. انا كنت اعمل عطور. فاذا انت بتحب العود تفضل اخوي. الله يا اخي هي هديه بسيطه بس هاي. لا والله مو بسيطه والله. والله يعزك. تعال كزك. تعال هل 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 هل. حلو. شو هاي زين؟ لا انت هاي فكها. فكها فكها. واضح انك خبره بالعطور. اي حبيبي انا عمي كان عنده محل عطور بعد. مش حتروح الا للسنه الجايه عنك. ليه بعدين تسوي هيك؟ لعيب لعيب. اوه يا الله يا اخي يا الله. حاسك تكذب. حاسك بتكذب. لا 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 والله ضوء. لا عليك. لا والله لا سيب. قوي قوي قوي. ريحه زي المول. زي المول. يعني هاي هديه بسيطه يعني. شكرا الله. اكتب لك. شكرا الله يعطيك العافيه والله. حبيبي اخوي الله يعطيك العافيه. شو انت رايحين الملعب؟ بعد ست ساعات المباراه. جاهز حالك حبيبي. لا جاهز. جايب تيشيرت المغرب. جايب لبس المغرب. والله لا بصراحة لازم تبدل اللبس كامل. انت من فوق لتحت لازم مغرب حبيبي. لازم تشجع المغرب. احنا جايين عشان يفوز المغرب. جاي فزع عشان المغرب. ايوه جاهز حالك حبيبي. واو بعدين جاي كثير بدري على قطر. بدي فعاليات. بدي اكتيفيتيز. بدنا نولع الدنيا اليوم المغرب. يا رب يكون وجهنا خير عليكم. يا رب ما يطلع وجهي نحس. 6 hours later. هذا وينه هذا زغلولة؟ هذا وينه؟ يا سر 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 ماروكو. ها ماروكو قاعد يلعب التلايم. ماروكو قاعد يلعب المغرب. يا المغرب قم المغرب قم يا ادم قم ورا فرنسا. قم المغرب قم قم لخليقك بهادي. قم لخليقك بالمغرب ولك انت تستاهل الموت. في حد صح الثاني.
شو توقعاتك بالمباراة؟ سؤال جميل ها، أول ما تصحى من النوم شو توقعاتك بالمباراة؟ 2-1 لمنو؟ للمغرب. ها؟ للمغرب. بسرعة. اوكي انا هيك صرت جاهز. بدي احكي لكم معلومة عني، انا ولا في حياتي حضرت مباراة جوا ملعب. انتوا متخيلين انه اول مباراة احضرها جوا ملعب حتكون في كأس العالم؟ يا شهد انا اول مرة ادخل ملعب. ما اقسم بالله الحكم نفسي انزل اضربه بالعقال والله العظيم، ما يستحيش يا زلمه. وانا عم بشجع المغرب وبكل حماس اتذكرت الامير القطري اللي زاد 12 مليون على التيك توك بيوم واحد، فانا قررت اني اعمل نفس الحركه. هلا ما بعرف اذا زبطت ولا لا، انشروا المقطع قد ما تقدروا، لو وصلنا مليون كويس. يا جماعه هاي احلى اكسبيرينس واسوء اكسبيرينس في حياتي، يعني يوم ما اوصل كاس العالم يخسر المغرب مشكله مش مني، مشكله من ابو فله النحس، مو انا ما له علاقه. بس اصلا وين ابو فله مختفي؟ انا على فكره ضايع جد، انا مو عارف انا وين. لقيته وجه النحس، لقيته. انا وجه النحس. انت وجه النحس. انت اللي يهموني يا رب. انا وجه النحس ولا هو وجه النحس؟ مين وجه النحس؟ اول مره يجي، اول مره يكمل. انا اول مره يا اخي. جليتك سمين، انت ليه تقلب علي؟ شو ليش وجه النحس؟ اول مباراه جاي وخسره. اه تهجم عليك بوجه. هو اللي جابني على فكره. هو انا ولا هو؟ والله ما ادري. كزنتي خلص فكك من الهبل. لا احنا الاثنين نحش، مش انا لحالي، عشان نكون متفقين يعني. انا سامحتك، بس شوف الشعب المغربي راح يسامحك. يا جماعه انا ما لي دخل، بس شوف بصراحه اخوي انا حاب اشكرك انه بصراحه كانت احلى اكسبيرينس في حياتي، لولا انه المغرب خسرت يعني. حبيب الله يعطيك العافيه، نورتنا نورتنا، مع ان خسرنا يعني ما نبي نقول وجهك النحس، بس نورتنا الله يعطيك العافيه. وقناه ابو فله بالدسكربشن يا جماعه، يعني ادعموه. يعطيك العافيه، يعطيك العافيه. نبي نوصل 30 مليون مشترك 100%، ان شاء الله بتوصلها كزنتي باذن الله. يلا وديني على المطار. انت حاجز لي بس ليوم؟ روح دبر حالك صاحبي. لا ما انت اللي حاجز، كيف بدي اروح هلا؟ ما ادري عنك، متى تبي تروح؟ يا اقعد للنهائي. طيب انت بتخسر الارجنتين بعد؟ توكل على الله، وجهك النحس. ترقبوا يا جماعه، اغطي لكم كاس العالم كامل، مع السلامه. ايش؟ لا 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 سيبني. لا حبيبي. تشجع من انت؟ انا؟ ايه انا بشجع الارجنتين. ايش مالك؟ فرنسا فازت كاس العالم مره ثانيه حبيبي والله. بكون ربنا كاتب لهم، احنا حنعترض؟ اكيد 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 ربنا كاتب لهم. ايه اكيد. مع السلامه.